والآن نبدأ في أبواب السلم والقرض والرهن، وهي معاملات معروفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. السلم أو السلف لفظان مترادفان، هناك معاملة تسمى السلف وتسمى أيضا السلم. هو السلم هو ذكرنا في تعريف البيع سابقا أن من الفروق بين البيع والسلم أن البيع يعجل فيه غير العين، معناه أنه تأخذ الآن، تعطي الآن السلعة وتأخذ الثمن، أو تعطي السلعة ويبقى الثمن في ذمتك، هذا كله من البيع. فدائما السلعة معجلة على الثمن، سواء تم نقد الثمن مباشرة أو كان بيع لأجله. لكن إذا قلبت الآية، إذا حصل العكس، الآن تعطي الثمن والسلعة بعدين، فهذا يسمى سلم ويسمى سلف. فأنا الآن مثلا أعطي 1000 ليرة مثلا لشخص على أن يأتيني بعد أسبوعين أو بعد شهر أو بعد شهرين بطن مثلا قمح أو طن من الذرة، طن من الذرة، أو مثلا مبلغ، مثلا كمية محددة من الذرة، فهذا يسمى سلم بالميم ويسمى سلف بالفاء. فهذا السلف وهذا السلم الأصل فيه أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لكنه مستثنى من، لأنه الأصل أنه الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه، لكن هذا مستثنى، السلف والسلم مستثنى من هذا الأصل، ولذلك هو من الرخص، كما أن العراية مستثنى من بيع الشيء قبل بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وبيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، فكذلك أيضا السلم مستثنى من ذلك الأصل السابق. والأصل في إباحته أن العرب كانوا يتعاملون به سابقا، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم الإسلام على ذلك. ولذلك في هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عباس، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. أنا يعطيك الآن دنانير على أن تأتيه بالثمار في السنة المقبلة، أنا بعد سنة أو بعد سنتين، فهذا هذا سلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع معايير ومحددات، إذا وجدت فإن هذه معاملة السلم تكون موافقة للشرع، وإذا لم توجد هذه المعايير وهذه المحددات تكون هذه المعاملة مخالفة للشرع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، معناه هذا الثمر الذي سيبقى في ذمتك لا بد أن يكون معلوم، في كيل معلوم، معناه 5 أوسق ولا وسقين ولا 3 ولا صاع ولا صاعين ولا 10 أصع، فهمت؟ فلا بد أن يكون محدد معلوم، هذا الذي في الذمة لازم أن يكون معلوم بكيله، في كيل معلوم ووزن معلوم، معنى كيل معلوم بالنسبة لما يكال ووزن معلوم بالنسبة لما يوزن. قال: إلى أجل معلوم، معناه أيضا لا بد أن يحدد الأجل. فإذن هذان المحددان وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إضفاء المشروعية على هذه المعاملة. فإذن السلف والسلم جائز بشرط أن يكون ما في الذمة
ما كان موصوفا في الذمة أن يكون محددا بالوزن أو بالكيل، وأن يكون الأجل أيضا محدد. وللبخاري من أسلف في شيء، فانتبهوا إلى عبارة هنا في الحديث الأول متفق عليه في ثمر، وفي عبارة البخاري في شيء، فمعناه أن هذا الحكم إذا قلنا في ثمر فمعناه أن إذا اعتبرنا مفهوم اللقب معناه أن هذا خاص بالثمار، وأما في حديث البخاري في شيء فيكون عام في أي سلف يقام به أو أي سلم يقام به. الشارح ماذا يقول؟ يقول السلف بفتحتين هو السلم وزنا ومعنى. قيل وهو لغة أهل العراق، والسلف لغة أهل الحجاز. فالعراق يقولون السلم بالميم، وأهل الحجاز يقولون السلف. وحقيقته شرعا بيع موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا، معناه أنا أعطيك 1000 ليرة على أن تأتيني مثلا بنص طول، هذا حددناه بالوزن من الذرة، بعد 3 أشهر حددنا الأجل، فهذه عملية مباحة مشروعة ما في إشكال. فأنا أنت بعتني ما هو موصوف في ذمتك، وهذا مستثنى من بيع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، والنهي عن بيع الشيء الذي ليس عندك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أن يبيع المرء ما ليس عنده. وحقيقته شرعا بيع موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا، وهو مشروع إلا عند ابن المسيب، واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس، إلا أنه أجاز مالك تأجيل الثمن يوما أو يومين، ولا بد أن من يقدر بأحد المقدارين كما في الحديث. فإن كان مما لا يكال ولا يزن، فقال المصنف في فتح الباري فلا بد فيه من عدد معلوم، رواه ابن بطال وادعى عليه الإجماع. وقال المصنف أو ذرع معلوم، فإن العدد والذرع يلحقان بالوزن والكيل للجامع بينهما، وهو ارتفاع الجهالة بالمقدار. واتفقوا على شرط تعيين الكيل فيما يسلم فيه بالكيل، كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصر، فإذا أطرق انقلب إلى. المهم أنه يريد أنه لا بد من تحديد هذا الثمن، أي السلعة الموصوفة في الذمة لا بد من تحديدها بأحد المقادير المعروفة في كل بلد، لأن المقادير إذا اختلفت البلدان، مثلا إذا كان أهل العراق يكيلون بالقفيز وأنت بعت في مصر بالقفيز، هذا يؤدي إلى الجهالة لأنهم لا يعرفون القفيز، أو أهل مصر يكيلون بالإردب وأنت بعت في العراق بالإردب، فأهل العراق لا يعرفون الإردب، فيؤدي ذلك إلى الجهالة. فلا بد أن يكون هذا المكيال أو هذا المعيار معروفا في ذلك البلد. واتفقوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره، ولم يتعرض له في الحديث لأنهم كانوا يعملون به. وظاهر الحديث أن التأجيل شرط في السلم، فإن كان حالا لم يصح. نعم، هذه المسألة مهمة جدا، أن السلم حتى يفرق بينه وبين البيع، أن السلم لا بد أن يكون فيه تأجيل، لأنه إذا كان حالا معناه أعطيك الآن المبلغ وجيب لي الآن البضاعة، هذا صار بيعا، تمام؟ ظاهر أنه ليس لا يكون سلما. فالسلم لا بد أن تكون البضاعة فيه مؤجلة، تكون مؤجلة، والعلماء اختلفوا في تحديد ذلك. في عند المالكية أقل ذلك ما تتحول فيه الأسواق وهو نصف شهر، فإن كان حالا لم يصح أو كان الأجل مجهولا. وإلى هذا ذهب ابن عباس وجماعة من السلف، وذهب آخرون إلى عدم شرطية ذلك، وأنه يجوز السلم في الحال، والظاهر أنه لم يقع في عصر النبوة إلا في المؤجل، وإلحاق الحال بالمؤجل قياسا على ما خالف القياس، إذ هو بيع معدوم وعقد غرر. واختلفوا أيضا في شرطية المكان الذي يسلم فيه، وذهبت جماعة عن الكل، وذهب آخر إلى عدم اشتراطه. وفصلت الحنفية فقالت إن كان حمله
مؤونة فيشترط وإلا في الأول. كذلك أيضا اختلفوا هل لابد أن يكون في نفس المكان، أنا سلمته المبلغ هنا أن يسلمني البضاعة هنا، فهذا اختلفوا فيه، منهم من ألزمه أن يكون الاستلام التسليم في نفس محل الاستلام أم أنه يمكن أن يكون في مكان آخر، وبعض العلماء فصلوا فقالوا إن كان حال الحمل فيه مؤونة فيشترط المكان، وإن لم يكن فيه مؤونة فلا يشترط المكان. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى، قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. الحديث رواه البخاري. هذا الحديث يبين كيف فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الحديث السابق، هذا يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا نصيب بعض الغنائم وبعض الأموال، فيأتينا أنباط من أنباط الشام. طبعا الأنباط المقصود بهم هم أعراب العجم، أنا هو الناس هم أعراب العجم أو العجم الأعراب، عفوا هم إما عرب ساكنوا العجم فهؤلاء يسمون أنباط، وإما أيضا أعراب عفوا عجم سكنوا في البدو وساكنوا العرب فهؤلاء كلهم يسمون أنباطا. فعلى كل فيهم عجمة، سواء كانت هذه العجمة لاحقة على عروبتهم أم أنها سابقة على عروبتهم، فعلى كل هؤلاء الأنباط كانوا يأتون وكان الصحابة يسلفونهم في الحنطة والشعير، معناه يعطوهم الآن الثمن على أن يأتوهم بالحنطة والشعير والزبيب في أوقات معينة محدودة، وفي رواية والزيت قال إلى أجل مسمى معناه معروف. فسئل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، نحن نتعامل معهم نعطيهم الآن الأموال وبعد ثلاثة أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين يأتوننا بمقدار كذا وكذا من الزبيب ومقدار كذا وكذا من الحنطة والشعير في الوقت المحدد. وهذا الحديث في البخاري وهو يدل على صحة هذه المعاملة، وهو بمنزلة التفسير للحديث السابق. ذكر هنا وقد ذهب إلى هذه نعم مالك رضي الله تعالى عنه والشافعية اشترطوا إمكان وجوده عند حلول الأجل، أنا اشترطوا في هذا الثمن، أنا الآن مثلا إذا أسلمتك مبلغ الآن على فترة معينة من أجل أن تأتيني ببضاعة معينة، فلا بد أن تكون هذه البضاعة توجد في ذلك الوقت، لأن كما تعرفون الزروع والثمار كل نوع منها له وقت من السنة محدد يحصد فيه، فإذا كان التوقيت الذي حددناه لا توجد هذه الثمرة غير موجودة لا تحصد في ذلك الوقت لم تعد موجودة، فيؤدي هذا إلى التأجيل أو إلى بيع الدين بالدين وكلاهما لا يجوز. فلذلك قال كثير من العلماء باشتراط أن يكون تلك الثمرة المسلم فيها موجودة في ذلك الوقت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، نسأل الله السلامة والعافية. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها
أتلفه الله صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري يدل على أن نية الإنسان تكون مؤثرة في قدرته على سداد الدين. إذا أخذ الديون والأموال وهو يريد أن يؤديها وأن يوفي أهلها وأصحابها حقوقهم، فإن الله عز وجل يساعده على تأدية هذه الحقوق، يساعده على وصول هذه الحقوق والأموال إلى أهلها. فمن أخذ مال الناس يريد، شوف يريد معناه إرادة، عنده نية طيبة أنه أنا أخذت هذا واضطررت إلى الدين، لكن أنا ناوي بإذن الله تعالى أن أسدد هذه الديون وأقضي الناس أموالهم، أدى الله عنه. فالله عز وجل يساعده ويمن عليه ويعطيه من الخير ومن المال ما يؤدي به هذا الدين وما يقضيه به. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. والإنسان اللي يأخذ أموال الناس وهو لا ينوي قضاءها ولا ينوي أن يوفي الحقوق إلى أهلها، هذه النية تكون سبباً في تلفه هو، يعني هو يتتلف الأموال اللي عنده، ربما تتلف نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث في منتهى الخطورة، نسأل الله السلامة والعافية. وينبغي للإنسان حينما يريد أن يأخذ ديناً أو يستقرض ديناً أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه، فينوي الخير وينوي أن يريد أن يسدد هذه الديون لأهلها وأصحابها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع. حوله لا قوة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا رجل، شوفوا لما كان هذا الرجل امتنع أن لما كان هذا الرجل مثلا جاء بهذه الأموال ربما لا تعرف اسمه، قالت إن فلانا قدم له بز. البز هو نوع من أنواع الثياب، البز الثياب، البزة نقول الآن في اللهجة نقول البزة العسكرية والبزة كذا، البزة هي البذلة، معناه هي الثوب، يعني له بز معناه له ثياب من الشام. فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئتان، معناه فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة، معناه دين على ميسرة، معناه إلى أن يمن الله عز وجل عليك بمال فتقضيه، فبعث إليه فامتنع. تمام. إذن تقول هذا الحديث: فأخذت منه، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع، أخرجه الحاكم. فيه دليل على بيع النسيئة وصحة التأجير إلى ميسرة، وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن معاملة العباد وعدم إكراههم على الشيء وعدم الإلحاح عليه. الحديث هنا عائشة قالت إن فلانا، لم تسميه لأنه امتنع أن يقرض النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه ستر الإنسان. فسبحان الله، لو أنه في زماننا هذا لكان أخذوا به في وسائل الإعلام من أجل أن يفضحوه، وامتنع أن يقرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وتعففه عن ما في أموال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، لو أن حاكم اليوم أرسل إلى تاجر أن يقرضه فامتنع، هل ستمر الأمور بهذه السلاسة وبهذه ويسلم التاجر؟ هل يستطيع أن يفكر في ذلك أصلا؟ الأمور مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله والدار الآخرة، وهؤلاء يريدون الدنيا وهم من أبنائها، نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. بسم الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. وهذا بداية كلامه على الرهن، والرهن في اللغة هو الحبس، ومنه الرهائن الآن التي نسمعها في الإعلام، ومنه قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة أي مرتهنة، الإنسان نفسه مرتهنة بأعمالها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، نسأل الله السلامة والعافية. والرهن في الشرع هو حبس مال حتى يقضى حق. أنا الآن صورته مثلا، أنا الآن مثلا عندي أحتاج مثلا هاتف لكن ما عندي ثمنه، لكن عندي شيء أغلى من ذلك الهاتف أو قريب منه، فأتي إلى بائع الهواتف فأقول له أعطيني هاتف وأرهن لك مثلا هذا الشيء مثلا حتى آتيك بالثمن، فأصبح هذا المال رهنا عنده، فهذا هو الذي يسمى الرهن، وهو جائز بدليل قول الله عز وجل فرهان مقبوضة، تمام، فرهان مقبوضة، فالرهن جائز. وهذا الحديث يتكلم على مسألة معينة وهي الرهن، وقت الرهن إذا كانت له منفعة هل يمكن استغلاله؟ أنا رهنتك سيارة، هل يمكن مثلا أن تركب تلك السيارة مقابل مثلا رعايتها، ومقابل مثلا أن تضع فيها البنزين، مقابل أن تنظفها، تقطع لها مثلا الأوراق إذا تحتاج شيء من هذا؟ فظاهر الحديث أنه هذا يقاس على هذه المسألة، لأنه قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، معناه أنا إذا رهنتك جمال فأنت تنفق عليه يجوز لك أن تركبه، فكذلك السيارة إذا كانت مرهونة عندك فيمكن لك أن تستعملها استعمالا لا يضر بها ولا يتلفها وعليك النفقة. ولبن الدر يشرب بنفقته، كذلك أيضا لبن الدر معناه الشاة التي لها لبن فيشرب وهي مرهونة يشرب لبنها بنفقته، فأنت تنفق عليها وتعلفها فتشرب لبنها مقابل ذلك العلف. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، هذا توضيح لما تقدم الكلام عليه. يبدو أن الجسم الشمس بدأت تغزو. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي ارتهنه له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، ولا يغلق الرهن شرحها هنا قال بفتح حرف المضارعة وهو اللام، لا يغلق وغين معجمة ساكنة ولام مفتوحة والقاف يقال غلق الرهن إذا خرج عن ملك الراهن، لا يغلق الرهن من صاحبه معناه لا يخرج عن ملكه، فهو مخير، فهو مثلا إما له غنمه وعليه غرمه معناه له فائدته وعليه أيضا نفقته، نعم له غنمه وعليه غرمه، نعم الغنم المقصود به الزيادة، لو أنك رهنت مثلا دابة فولدت فهذه زيادة لك، وعليك غرمه معناه هلاكه ونفقته أيضا إذا كان ينفق، إلا إذا كان يستعمله فإنه يكون أيضا يجوز له أن يأخذ نفقته. وعن أبي رافع زيح شوي وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
استلف من رجل بكرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيار الرباعي، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا بداية كلامه على القرض، وعلى القرض الحسن. والقرض هو أن تقرض الإنسان مالا على أن يرده لك كما هو. وحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، بكر من الإبل، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فلما وردت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل من إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، أمره أن يقضي الرجل بكرة. أبا رافع كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقال لا أجد إلا خيار الرباعي، معناه الإبل لا يوجد فيها بكر، وإنما يوجد رباعي، والرباعي أكبر وأضخم وأكثر قيمة من البكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. إنه يجوز في القرض الحسن، يجوز زيادة عليه، لكن بشرط أن تكون هذه الزيادة غير مشروطة. أنا الآن أقرض أحمد مثلا 1000 ليرة على أن يردها لي بعد شهر، فهو في نهاية الشهر جاء أعطاني 1100، فهذا لا إشكال فيه إذا لم يكن مشروطا، لأنه هذا يسمى القرض الحسن. أنا وأنت الإنسان اللي أقرضك تعطيه زيادة لا هو يريدها، وهل هي غير مشروطة في العقد أصلا، فهذا يسمى قرضا حسنا وهو جائز بل مندوب إليه. أما إذا اشترطتها عليه، قلت له أعطيك الآن 1000 ولكن تردني بعد شهر 1100، فهذا ربا واضح وهو حرام. فإذا القرض هو أن نعطي المال ويرجع إلي بصفته، لكن يجوز لي أنا تبرعا وإكراما مني أن أزيد عليه، وهذا قرض حسن. الشارح يقول وهو من أحاديث باب القرض، والأحاديث في فضله والحث عليه كثيرة، يقصد القرض. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا ففتح الموحدنا فقدمت عليه بل الصدقة، لأخي الحديث، الحديث دليل على جوازه، على جواز قرض الحيوان، أنه يجوز قرض الحيوان، وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن يرد أجود من الذي عليه، يستحب أنه يرد أجود منه وأفضل، وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا، ولا يدخل في القرض الذي جر نفعا، لأنه لم يكن مشروطا من المقرض. شوف، إذا كان مشروطا، هذه الزيادة مشروطة، فتكون من القرض الذي جر نفعا، والعلم وحكي الإجماع على تحريمه، وإنما ذلك تبرع من المستقرض، وظاهره العموم للزيادة عددا أو صفة، وقال مالك الزيادة في العدد لا تحل. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. هذا الحديث في القرض، في تحريم القرض الذي جر نفعا، والحديث ضعيف، لكن العلماء شبه مجمعين على معناه، على أن القرض الذي يجر نفعا حرام. لماذا؟ لأن القرض الذي يجر نفعا فيه استغلال لحاجة الناس. أنا يأتيني واحد يريد أن أقرضه فأقول له خلاص أنا أقرضك لكن لازم ترد لي أكثر، فهذا صارت بصورة الربا، وفيه استغلال لحاجة الناس وهو غير جائز.
الحديث ساقط قال: لأن في إسناده سوار بن مصعب الهمداني المؤذن الأعمى وهو متروك، حديث متروك، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، أخرجه البيهقي في المعرفة بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري، لم أجده في البخاري في باب الاستقراض، ولا نسبه المصنف في الترخيص للبخاري، بل قال إنه رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم انتهى. فلو كان في البخاري لما أهمل نسبته إليه في الترخيص، والحديث بعد صحته لا بد من التوقف توفيق بينه وبين ما تقدم، وذلك بأن هذا محمول على أن المنفعة مشروطة من المقروض أو في حكم المشروطة، وأما لو كانت تبرعا من المقترض فقد تقدم. إذن هذا الحديث على ضعفه العلماء على الأخذ بمعناه، لكن المقصود بهذه المنفعة التي هي محرمة إذا كانت مشروطة أو في حكم المشروط. ثم قال: باب التفليس والحجر. التفليس قال هو لغة مصدر فلسته نسبته إلى الإفلاس، أو فلسته نسبته إلى الإفلاس الذي هو مصدر أفلس، أي صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا، لا يملك فيها فلسا. والحجر في اللغة المنع، مصدر حجر أي منع وضيق، وشرعا هو الحاكم، هو قول الحاكم للمديون: حجرت عليك التصرف. أنا أقول الحجر، التفليس هو الحكم مثلا بالحجر على أموال الإنسان ومصادرة أمواله حتى لا يبقى له فلس، والحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله. باختصار التفليس هو الحكم الحاكم بأن فلان مثلا تصادر أمواله بحيث لا يبقى له فلس، مثلا مقصود به لا يبقى فلس بعدما يبقيه الشرع له، لأن الشارع أيضا لا يأخذ أموال الإنسان ويتركه في الشارع، وإنما يبقي له ما يقتات به ويعيش به. الحجر هو أن يمنع الشارع الإنسان من التصرف في ماله. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الحديث مهم، وهو حديث متفق عليه، وهو في غاية الأهمية في باب الفلس وباب الحجر، أنه إذا إنسان أفلس وحكم القاضي بمنعه من التصرف في ماله ومصادرة أمواله، أي إنسان من الغرماء الذين يطالبونه بمال وجد ماله بعينه لا يزال ذلك المال قائما فهو أحق به، يأخذه. لنفترض أن زيد من الناس أفلس وأنا بعته منزلا، تمام، وفلان باعه سيارة، وعلان باعه مثلا دكانا، فوجدنا المنزل اللي أنا بعته لم يعد قائما بالذات، حكم القاضي بتفليسه، وكذلك السيارة لم تعد قائمة بالذات، لكن المحل قائم بالذات، فصاحب المحل يأخذ محله، تمام، ونحن نبقى في ماله، نبقى هؤلاء الغرماء يبقون يأخذون من ماله الباقي، لأن أعيان ما نطالبه به لم تعد موجودة. نعم. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجة من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه
في صاحب لنا قد أفلس، فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة. إذن هذا الحديث، حديث أبو داود ومالك، يضيف شرطا جديدا، أنه أنت أيها الإنسان الذي تطالب شخصا بمال وهو قد تم تفليسه ومالك لا يزال قائما عنده، يشترط في ذلك ألا يكون قد مات، لأنه إذا مات تنتقل الأموال التي في ذمته إلى الورثة، فكأن هذا المال لم يعد قائما في ذمته، فتصبح أنت اللي مالك قائم مع الغرماء أسوة، معناه في نفس الشيء في نفس المستوى، فتتقاسمون ما هو موجود عنده من المال. لا لا لا. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، وفي رواية: مطل الغني ظلم، هذا ربما يأتي به. فاللي المقصود به المطل، والمطل المقصود به أن لا تعطي الإنسان ماله وتمنعه أن تواجد. إذا كنت واجدا، شنو هذا؟ إذا كنت واجدا للمبلغ الذي تقضي به الدين وعليك دين، ولكنك تمطل تقول له إن شاء الله بعد شهر سأقضيك، وأنت لا تفعل ذلك، بعد شهر تقول له إن شاء الله بعد أسبوع، بعد أسبوع تقول له والله بعد نص شهر سأقضيك، وأنت عندك المال، فهذا يسمى مطلا. هذا التلكؤ في دفع الدين يسمى مطلا ويسمى ليا، فهذا غير جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، ويقول: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، معناه يحل لك أنت تتحدث عنه بعرضه، فتقول أنه مثلا محتال، أنه كذا وكذا وكذا. وكذلك أيضا يحل عقوبته، معناه شكواه إلى القاضي ليعاقبه. لكن هذا الحديث عمومه مخصوص بمفهوم الموافقة من قول الله عز وجل، من قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف. فلو كان لك دين على والد أو جد فمطلك بدينك، فهذا لا يحل عرضه ولا يحل عقوبته. وطبعا ذكرنا ذلك في درس التخصيص سابقا، فليرجع إليه في محله. الشارح هنا يشرح يقول: لي بفتح اللام ثم مثنات تحتية مشددة مصدر لوى يلوي أي مطل، أضيف إلى فاعله وهو الواجد بالجيم بالضم أي القدر، من الوجد بالضم وهي القدرة، يحل نعم عرضه وعقوبته. نعم، وأجاز الجمهور الحجر وبيع الحاكم عنه ماله، وهذا أيضا داخل تحت لفظ عقوبته. نعم. أما إذا كان الإنسان عاجزا، إنسان ما قضى الدين لكنه عاجز عن قضائه، فهذا يرد فيه قول الله عز وجل: فنظرة إلى ميسرة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، ف
فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذمار ابتاعها فكثر دينه. رجل ابتاع ثمارا طبعا لعله اشتراها بعد بدو صلاحها حيث يجوز شراؤها، فأصابته جائحة فكثر دينه، فلما كثر دينه بسبب هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. أمر الناس أن يتصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، ذلك لم يبلغ وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم، خذوا ما وجدتم، خذوا من ذلك مثلا ما وجدتم، معناه أن الغرماء سيقتسمونه بالنسبة بينهم، هذا المال اللي وجدوه يأخذونه بالنسبة بينهم. ثم قال: وليس لكم إلا ذلكم. رواه مسلم. فهذا يدل على حجر الحاكم على الإنسان المفلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أصبح يتصرف في ماله فأعطاه للغرماء. وأيضا بيّن حجر أيضا على هؤلاء الغرماء بسبب التلبس بهذا الرجل المفلس، قال لهم: ليس لكم إلا ذلكم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. حديث رواه الدارقطني. هذا حديث رواه كعب بن مالك، وهو مشهور أحد الثلاثة الذين خلفوا، الذين تاب الله عز وجل عليهم وقالوا على الثلاثة الذين خلفوا. فكعب بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، أنه منعه من التصرف في ماله وباعه في دين كان عليه، كان عليه دين وباع، أحجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ماله ثم باعه وقضى به دينه. فالإنسان إذا كان عليه ديون كثيرة تحيط بماله فهذا يسمى مفلس، معناه الإنسان الذي إذا أخذت ديونه ونزعت من مال، نزعت من ماله لا يبقى منه فلس، فهذا يسمى مفلس. فإذا شكاه الغرماء إلى الحاكم فيأتي الحاكم ويحجر عليه ويترك له من ماله المقدار الذي يعيش به، والباقي يوزعه على الغرماء كل بحسب نصيبه، فهذا يسمى التحجير، يسمى الحجر. قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل. وقال ابن الصلاح: في الأحكام هو حديث ثابت، كان ذلك في سنة 90 وجعل لغرمائه 5 أسباع حقوقهم، فقالوا: يا رسول الله بعه لنا، فقال: ليس لكم إليه سبيل. وأخرجه البيهقي. والحديث دليل على أنه يحجر الحاكم على المدين التصرف في ماله، معناه يمنع الحاكم على المدين التصرف في ماله ويبيعه عنه لقضاء غرمائه. والقول بأنه حكاية فعل غير صحيح، فإن هذا فعل لا يتم إلا بقول، إلا بأقوال تصدر عنه صلى الله عليه وسلم يحجر بها التصرف، وألفاظ يبيع بها ماله، وألفاظ يقضي بها غرماءه. وما كان بهذه المثابة لا يقال إنه حكاية فعل، إنما حكاية الفعل مثل حديث: خلع نعله فخلعوني عاله. ظاهر الحديث أن ماله كان مستغرقا بالدين، فهل يلحق به من لم يستغرق ماله في الحجر والبيع عنه كالواجد إذا مطل؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال جمهور الهادوية والشافعية إنه يلحق به فيحجر عليه ويباع ماله، لأنه قد حصل المقتضي لذلك وهو عدم المسارعة بقضاء الدين. وقال زيد بن علي والحنفية إنه لا يلحق به فلا يحجر عليه ولا يباع عنه، بل يجب حبسه حتى يقضي دينه، لحديث
النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، ولقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. نعم. ومقتضى الحجر والبيع إخراج المال من غير طيب من نفسه ولا رضا. والجواب عنه بأن الحديث والآية عامان خصصا بحديث معاذ، لا يتم لأن حديث معاذ ليس إلا في المستغرق ما له الدين، والكلام في غيره وهو الواجد الماطل. فالأولى أن يقال إنهما خصصا بقياس الماطل الواجد على من استغرق دينه ما له، إلا أنه لا يخفى عدم نهوض القياس. نعم. قياس هنا مع وجود الفارق. نعم. في حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته دليل على أنه يحجر عليه ويباع عنه ماله، فإنه داخل تحت مفهوم العقوبة وتفسيرها بالحبس فقط مجرد رأي من قائله هذا. وقد حكم عمر في أسيفع جهينة كحكمه صلى الله عليه وسلم في معاذ، فأخرج مالك في الموطأ بسند منقطع، ورواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد متصل أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي فيها فيسرع المسيرة فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج، وفيه إلا أنه ادان معرضا فأصبح وقد دين به، أي أحاط به الدين، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة فنقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. انتهى. وأما قصة جابر مع غرماء أبيه، وهي أنه لما قتل أبوه في أحد وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم، فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجذذتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها، فإن فيها دليل على أن انتظار الغلة والتمكن منها لا يعد مطلا. قيل ويؤخذ منها أن من كان له دخل ينظر إلى دخله وإن طالت مدته، إذ لا فرق بين المدة الطويلة والقصيرة بحق الآدمي ومن لا دخل له. إذن هذه مجموعة من الأحكام المفيدة غاية المتعلقة بالحجر والتفليس. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ختم هذا الباب بأمارات البلوغ، لأن أمارات البلوغ يترتب عليها شيء بالنسبة إلى البيع والشراء. فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما ترتب عليها أحكام متعددة. قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه دليل على أن الأطفال لا يجوز تجنيدهم في الجيوش. والعالم الآن المتحضر، العالم الغربي الذي يدعي أنه هو الذي وضع هذه القوانين، قوانين منع تجنيد الأطفال، كاذب في ذلك. فإن هذه القوانين قد وضعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع هذا القانون، فكان لا يجند الأطفال في الجيش، فكانت 15 سنة هي سن البلوغ وقتها بالنسبة لابن عمر رضي الله تعالى عنه. قبل البلوغ لا يجندهم في الجيش، فعلم أن 15 سنة تكون علامة، وصول هذه السن تكون علامة للبلوغ في حق بعض الناس. وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. هذا يدل على أن إنبات شعر العانة وكذلك شعر الوجه علامة على البلوغ، أنه من علامات البلوغ.
وهذا أيضا يدل على حكم من أحكام الحرب أن العدو إذا حكم عليهم بالإعدام فإنه لا يجوز إعدام غير البالغين الصغار لأقل من البلوغ دون سن البلوغ لا يجوز إعدامهم ولا معاقبتهم بالجرائم التي ترتكب. فهذا أيضا قانون إعفاء القُصّر من أحكام الإعدام أيضا قانون نبوي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين قبل أن يلتبه لذلك العالم الذي يملأ الكون صراخا الآن بأحاديث عفوا بالكلام عن حقوق الإنسان. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. هذا الحديث فيه الحجر فهو مرتبط بأحكام الحجر السابقة أن المرأة محجور عليها في مالها لا يجوز لها أن تعطي شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. إذن هذا الحديث يدل على أن المرأة إذا تزوجها الرجل فإنه يحجر على مالها حجرا تاما بحسب ظاهر الحديث. ومن أهل العلم من قال إن المرأة لا يجوز لها أن تتصدق بما يزيد على ثلث مالها ثلث مالها أو أكثر إلا بإذن زوجها فهو يحجر عليها في الثلث فما زاد على ذلك وأما ما كان أقل من ذلك فلا حجر فيه. وقالوا الأصل في ذلك ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع قال من ذلك مالها وجمالها ونسبها ودينها ثم قال اظفر بذات الدين. فإذا كانت تنكح لمالها علم أن للزوج فيه حقا وأنه يحجر على المرأة التصرف في مالها لأجل ذلك. وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل ثلاثة رجال مثلا إلى لحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب إنسان عليه تحمل مثلا أمر فإذا تحمل حمالة فإنه يجوز له المسألة حتى يقضيها تمام ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش رجل أيضا إذا أصابته جائحة مصيبة أصابته فإنه تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش معنى حتى يجد عيشه فإذا وجد عيشه كف عن المسألة. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجام من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. فهؤلاء الثلاثة هم الذين يجوز لهم السؤال فليتق الله. كثير من الناس الذين يسألون ويشحتون في الشوارع ويسألون الناس إلحافا وهم عندهم أموال. قبل سنة قبل أشهر قليلة جدا حصلت مسألة عجيبة أنه امرأة في المغرب شحاتة وجدوا عندها فلل مليئة بالمال وجدوها مليونيرة عندها أموال كثيرة وهي تشحت الناس. وقبلها حصل ذلك في لبنان أيضا نفس الشيء وطبعا يحصل في غير ذلك من البلدان. فليتق الله هؤلاء فإن ما يسألونه خارج ما أجازه الشرع لهم لا يبارك فيه. فإن
هذا الحديث واضح، المسألة لا تحل، لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة، ثلاث أشخاص: رجل تحمل حمالة، معناه أنه استدان دينا من أجل مهمة معينة فلم يستطع أن يؤديها، فيجوز له حتى يؤديها ثم يمسك. الثاني رجل أصابته جائحة، أصابت زرعه أو أصابت بناءه مثلا زلزال أو شيء من هذا القبيل، فهذا أيضا يحل له أن يسأل وأن يشحت الناس حتى يصيب قواما من عيش، فإذا أصاب ما يعتاش به خلاص يتوقف. وكذلك أيضا الرجل أصابته فاقة، فقر شديد، حتى يشهد ثلاث رجال من قومه أنه فلان أنه أصابه فقر شديد، فتحل له المسألة أيضا حتى يدرك ما يسد رمقه ثم يتوقف عن ذلك. فهذا حديث عظيم جدا ينبغي أن يوضع على أبواب المساجد وفي الشوارع وفي كل مكان، وأن يكون رسالة يتداولها الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الشحاتة نسأل الله السلامة العافية صارت مهنة يمتهنها كثير من الناس الذين لا تحل لهم، فليتق الله هؤلاء وليتق الله أيضا المسؤولون، فلا ينبغي أن ننهر السائل ولا أن نسيء إليه، فإذا لم نعطه كففنا عنه. الله عز وجل يقول: وأما السائل فلا تنهر. نعم، فهذا الحديث عظيم ومسألة مهمة من مسائل مسائل المعاملات. كذلك أيضا من الأبواب، وهو من الأبواب الأخيرة في باب المعاملات التي سنتناولها، باب الصلح. وطبعا العلماء يقسمون الصلح على أقسام، إلى صلح على الإنكار وإلى صلح على الإقرار وغير ذلك. هذه أبواب قليلة بقيت لنا من أبواب المعاملات، لعلنا إن شاء الله تعالى نأخذ ما استطعنا منها اليوم ونكملها بإذن الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. الصلح، إذن نحن وصلنا إلى الصلح، وقلنا أن الصلح أقسام، قد يكون على الإقرار وقد يكون على الإنكار. لذلك قال: قد قسم العلماء الصلح أقساما: صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتقاضيين، والصلح في الجراح كالعفو على مال، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق. وهذا القسم هو المراد هنا. إذن القسم المراد هنا هو الصلح لقطع الخصومة. قد يكون الصلح لقطع الخصومة مع إقراري بأن هذا يطالبني بدين، وقد يكون الصلح لقطع الخصومة مع أني أنكر هذه المعاملة من أصلها. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا الحديث هنا يبين أن الصلح جائز بين المسلمين، والله عز وجل يقول: والصلح خير. فالصلح بين المسلمين والكفار جائز، والصلح بين المسلمين فيما بينهم جائز، سواء كان بين الزوجين أو بين المتخاصمين أو غير ذلك، لكن يستثنى من ذلك الصلح الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال. والمسلمون على شروطهم أيضا، المسلمون على شروطهم معناه ملتزمون بشروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فهذا لا يجب الالتزام به. طبعا الشروط تقدم الكلام عليها وبيانها بما يكفي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره.
ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. لا يجوز الإنسان أن يمنع جاره من الانتفاع بمثلا الانتفاع ببنايته أو بمكانه أو بأملاكه، الانتفاع الذي لا يضر بملكه. أنت عندك مثلا جدار وجارك يريد أن يضع فيه خشبة من أجل الظل أو من أجل البناء أو غير ذلك، وهذا لا يضرك، فلما تمنعه؟ ما ينفعه ولا يضرك. فهذا هو المقياس. إذا كان أي انتفاع يقوم به الجار لا يضرك وينفعه، لا يجوز لك أن تمنعه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. هذا حديث أيضا، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، حديث واضح، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير إذنه. أي شيء عند أخوك أو صاحبك أو زميلك، هاتفه مثلا، يضع هاتفه، هل يجوز لك أن تأخذ هاتفه بغير طيب نفسه وتقلب وتطالع؟ هل يجوز لك أن تأخذ كتابه مثلا إذا كنت طالب علم وتقرأ فيه بغير إذنه وبغير طيب نفسه؟ لا يجوز ذلك. هل يجوز لك أن تأخذ ثيابه وتلبسها وتخرج بها وتستغلها بغير طيب نفسه؟ لا يجوز شيء من ذلك. وكما أنه لا يجوز لك أخذها بغير طيب نفسه، لا يجوز له هو أن يمنعها عنك إلا إذا كان استعمالك يضر بها. ولذلك عندنا مثلا الله عز وجل قال: ويمنعون الماعون. الماعون المقصود به هذه الأشياء التي لا يضر استعمالها، مثلا عندك آلة سكين مثلا، جئته يريد أن يعيرك السكين فمنع ذلك، فهذا هنا لا يجوز منعه لأنه من الماعون. لكن أيضا لا يجوز أخذه وتعديه واغتصابه منه دون إذنه. فالشريعة كما أمرته بأن يعيرك ويساعدك بهذه الأمور، منعتك أيضا من أن تتعدى على حقوقه وتأخذها بغير طيب نفسه. كذلك أيضا من الأبواب المهمة باب الحوالة والضمان. الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر فيقال الحوالة، حقيقتها عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة، واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه وأخرج من النهي عن بيع الدين بدين، أو هي استيفاء. وقيل هي عقد إرفاق مستقل ويشترط فيها لفظها ورضا المحيل بلا خلاف، والمحال عليه عند البعض وتماثل الصفات، وأن تكون في شيء المعلوم، ومنهم من خصها بما دون ذلك. وفي هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ومن أحيل فليحتل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول مطل الغني ظلم، أنه أن تكون أنت قادر على سداد الدين ولكنك تماطل في ذلك، فهذا ظلم قولا واحدا، تمام. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا كنت أنت تطالبني بدين وأنا الآن ما عندي ما أقضيك به الدين، لكن أنا أطالب زيد من الناس بديني، هو نفس القدر، وزيد غني يستطيع أن يقضيك، فقلت لك: يا فلان، أنا أريد أن أحيلك على زيد من أجل أن تأخذ دينك منه، لأنه أنا ما عندي الآن ما أقضيك به. فهنا يجب عليك أن تحتال، ما يجب عليك أن تقبل هذه الحوالة وتقتص تأخذ منه الدين. ولذلك قال: وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، ومن أحيل على ملي فليحتل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه الحوالة جائزة، ولكن شرطها مثلا هو قبول كما ذكر رضا المحيل، معناه أنا
يشترط أن أكون راض بذلك. فما يمكن أنت تطالبني بدين وتقول أنت ما عندك الآن ما تقضيني، أحلني على الدين اللي تطالب به زيد. لا يجوز، لا يكون هذه حوالة إلا برضايه. إذا رضيت بذلك فيكون هناك حوالة، إذا لم أرضى فليس الأمر كذلك. طبعا الناس الآن يستعملون الحوالة بمعنى السفتجة. السفتجة مثلا أن أدفع مالا هنا ليأخذه أحد مثلا في القاهرة أو في دمشق أو غير ذلك، فهذا يسمونه حوالة، وهذه تسمى سفتجة في عرف الفقهاء. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطى خطى ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم، وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا حديث أيضا عظيم ومهم في ما يتعلق بالميت، أن الميت مرهون بدينه حتى يقضى عنه. الميت مرهون بدينه حتى يقضى عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا لما جاء له بهذا الرجل سأل: أعليه دين؟ فقيل: عليه ديناران. فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف ولم يقضي عنه ولم يصلي عليه. فلما تحمل عنه ذلك الدين وأصبح في ذمة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، حينها صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل. فهذا يدل على أن الميت إذا كان عليه دين أنه لا يصلي عليه أكابر الناس ولا يصلي عليه الإمام، زجرا للناس عن التهاون بقضاء الديون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يبين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما فتح الله عليه. ففي بداية الأمر كان إذا جاء برجل عليه دين فيسأل هل في ما ترك من المال وفاء بهذا الدين، فإن كان فيه وفاء قال صلى عليه، وإن لم يكن يقول لهم صلوا على صاحبكم. وهذا يدل على أنه يصلى عليه، لكن لا يصلي عليه الحاكم ولا أفضل الناس. وبعدما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بالأموال، صار النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك دينا فإلي وعلي، فيقضي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والحديث متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. الشفاعة والكفالة لا تكون في الحدود. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الباب، ونتوقف بإذن الله تعالى على باب الشركة والوكالة، ولعلنا نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. صلى الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.